الطبقة المتوسطة في المغرب تعاني من ضغط جبائي يضعف قدرتها الشرائية ويحد أيضا من قدرتها على الادخار، وساهمت الظرفية الاقتصادية الراهنة الموسومة بارتفاع الأسعار في إعادة فتح النقاش العمومي مجددا، وهو نقاش يطالب حول تفعيل إصلاح جبائي أكثر إنصافا لهذه الفئة الاجتماعية التي تلعب أدوارا مهمة في الواقع في تنشيط الدورة الاقتصادية. لتسليط آفاق هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي زهير التومي، مسؤول تحرير بإذاعة ميديا مختص في الشأن الاقتصادي. زميل زهير تومي، أهلا بك. مرحبا محمد. إذن معلوم أن هذا النقاش حول الطبقة المتوسطة يستأثر باهتمام الكثير من الاقتصاديين وحتى من أفراد الطبقة المتوسطة أنفسهم. بداية، من ينتمي للطبقة المتوسطة؟ في الحقيقة سؤال مؤرق محمد بقضية التعريف والمفهوم، لأن هناك اختلاف في تحديد مفاهيم الطبقة المتوسطة سواء في المغرب أو خارج المغرب. هناك عدة دراسات، عدة اقتصاديين قاموا بهذا التمرين الصعب، يكتشفوا في نهاية المطاف أن هناك خصوصية لكل دولة ولكل وسط ولكل وسط مهني ولكل فئة اجتماعية لإمكان إدراجها ضمن الطبقة الوسطى. صعوبة التعريف أو المفهوم ينبني انطلاقا من المعايير، على أي معيار سنقوم بخندقة هذا الشخص في الطبقة المتوسطة أو غير طبقة متوسطة. في المغرب كانت هناك محاولات من قبل المندوبية السامية للتخطيط للإجابة عن هذا السؤال، وكانت هناك دراسة منذ أزيد تقريبا من 12 سنة للقيام بهذا التمرين الصعب، وقامت بتمرين التعريف، يعني تعريف من يدخل في هذا الإطار، وخصوصا مسألة المعيار، هل هو الإنفاق؟ من ينفق عدد معين أو عتبة معينة من الدراهم في الشهر هو الذي يعرف على أساس أنه طبقة متوسطة، أم من يدخر؟ هنا اختلفت المفاهيم كثيرا، وفي نهاية المطاف سأكون جد حذر في إعطاء رقم معين. في طوال العشر سنوات الماضية كان الحديث يروج ما بين تقريبا 2800 درهم شهريا و 6700 درهم شهريا. يجب أخذ هذه الأرقام بحذر الجديد لأنها تتقادم ولأن هناك عدة دراسات مجرد إسقاطات، لكن الذي بيدنا كمعطيات إحصائية معروفة هو نسبة الأجراء، يعني كم يتقاضون في الشهر. هذه النسبة تؤهلنا لمعرفة جزء من الطبقة المتوسطة، لأن ليس كل الطبقة المتوسطة هم أجراء، هناك مهن حرة، هناك أطباء، موثقين، محامون، لا يمكن أن ندرجهم ضمن فئة الأجراء. تصور معي أخي محمد بعض الأرقام التي صدرت العام الماضي عندما كان هناك التحضير لإنجاز مشروع قانون المالية، تقول بأن تقريبا حوالي 92% من الأجراء يتقاضون أقل من 10,000 درهم. على الأقل هذه إحصائيات حديثة يمكن الاستناد إليها. الأنكى من هذا أن من يتقاضون أجرا يفوق 20,000 درهم، وقد صدرت عن وزير المالية السابق سي بن شعبون لدى الحديث عن الضريبة التضامنية، من يتقاضون 20,000 درهم شهريا بالكاد 1.24% من المغاربة. أما من هم دخولهم خاضعة للضريبة على الدخل تقريبا في السنة 180,000 درهم، حوالي 18 مليون سنتيم، هؤلاء لا يشكلون سوى 3%. من هنا نستنتج أن هناك صعوبة في تحديد الطبقة المتوسطة، من هي، على أي معيار. وأستند هنا إلى بعض الأدبيات الاقتصادية الفرنسية التي تقول ببساطة، وأعجبني التعريف، من يدخل في إطار الطبقة المتوسطة هم الذين يمتلكون لي 3V، أي فواتور فيلا وفواياج، يستطيعون القيام بالسفر، سيارة فيلا ويستطيعون القيام بسفر. هؤلاء يمكن إدراجهم حسب هذا التعريف الطريف في إطار الطبقة المتوسطة. هنا يقع الحديث دائما أنه الطبقة المتوسطة هي ابتداء من 6,000 درهم فما فوق، وهذا فيه نقاش، لنكون حذرين في هذا الرقم كما قلت، مع كل الحذار، وفيه نقاش كبير جدا لا سيما مع موجة التضخم والغلاء الحالية. لكن لماذا يتم التركيز الآن على الطبقة المتوسطة؟ ما أهميتها أيضا؟ في أي اقتصاد عالمي، في أي اقتصاد يقوم على الاستهلاك، هناك الطبقة المتوسطة هي التي يعول عليها كثيرا. لماذا؟ لأن هذه الطبقة هي التي لديها القدرة على الإنفاق. عندما تنتج سلعة معينة أو تقدم خدمة معينة، من يستطيع أن شراءها هو الذي يمتلك
أريحية في الإنفاق، يعني الطبقة المتوسطة، ليس الطبقة الفقيرة التي ليست لها إمكانيات للولوج إلى هذه الخدمة أو هذا المنتوج، وليس كذلك الطبقة الغنية. الطبقة الغنية ضعيفة أصلا، نسبتها طيب. من السكان جد ضئيلة، وأحيانا تستورد أو تستهلك منتوجات فاخرة جدا لا تدخل في إطار الاستهلاك العام. ما يعني الاستهلاك؟ تشجيعه من قبل الطبقة المتوسطة يعني بالضرورة تشجيع الاقتصاد بصفة عامة والاستثمار والإنتاج والمقاولة طيب. والتشغيل. ماذا عن الضغط الجبائي باختصار لو سمحت الذي تعاني من هذه الطبقة المتوسطة؟ باحتساب جدول باحتساب الجدول المطبق من قدر مديرية الضرائب، هناك نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 34% تصور معي، أو بالأحرى إلى 38%. هذه وهناك مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأجراء أو معفيون من هذه الضريبة على الدخل التي لا تفوق مدخولها سنويا 30,000 درهم. هؤلاء لا يدفعون ضريبة على الدخل، مثلا أقول أجر شهري في حدود 2,500 درهم، لا يدخلون في إطار الضريبة على الدخل. من يتقاضون ما يسمى بسميق الأجر الحد الأدنى من الأجور لا يؤدون ضريبة على الدخل. هناك من الأجراء تقريبا تصور معي ما بين 5,000 و6,600 درهم يؤدون 34% من أجرهم عبارة عن ضريبة على الدخل. ولا ننسى عفوا محمد، لا ننسى أن الضريبة على الدخل لا تقتصر على الأجر الصافي، هناك كذلك ما يسمى بمكملات الأجور صح. مثلا التعويضات على السكن، التعويضات على تماما، هي بدورها خاضعة عندما تفوق عتبة معينة خاضعة للضريبة على الدخل، وهذا يضعف من الأجر الذي يتلقاه الأجير، دون الحديث عن المهن الأخرى، لأن للأسف ركزنا على الأجراء صح. بشكل كبير وأهملنا شيئا ما المهن الحرة. لذلك النقابات في الواقع لا تفتأ تطالب بتخفيف العبء الضريبي على الأجراء وعلى الطبقة المتوسطة. ما هي المداخل والممكنات الآن المتاحة في هذا الحوار الاجتماعي الذي تباشر الحكومة مع النقابات في هذا الباب؟ قبل أن نصل إلى الحوار الاجتماعي محمد، هناك إجراءات سابقة اعتمدتها الحكومات لكي تساعد نسبيا هذه الطبقة على تجاوز هذا العبء الجبائي. أعطيك مثال، مثلا استرداد الضريبة على الدخل عندما يكون لديك قرض بنكي لتملك عقار ما، ليكون عقار رئيسي، هناك نسبة معينة من هذا القرض يمكن استرجاع، أو الفوائد على العقد يمكن استرجاعها. كذلك هناك خصم على بعض المعاشات التكميلية، وكذلك التأمين على عن الحياة، التعويضات التي تصل إلى هذا التأمين على الحياة، يعني ما إذا قمت بتأمين على الحياة ولديك بعض التعويضات الناجمة عنه يمكن خصمها من ضريبة طيب. على الدخل. هناك إجراءات جديدة كما ذكرتها في مشروع في الحوار الاجتماعي، قيد النقاش في قيد النقاش الجولة الأخيرة، في الجولة صحيح. الأخيرة التي كانت الأسبوع الماضي تم الاتفاق حسب ما جرى على أن هناك مراجعة ستكون في قانون المالية المقبل لنسب الضريبة المفروضة على الدخل، وكذلك هناك نقاش كبير يدور حتى داخل النقابات على أن يتم خصم نسبة الضريبة على الدخل من الأسر التي تمدرس أطفالها في القطاع الخاص، ونعلم هنا ثقل جد كبير بالنسبة للأسرة، ونتمنى أن تجد مثل هذه التوصيات، والحقيقة هي ليست توصيات خاضعة فقط لنقاش في إطار الحوار الاجتماعي، بل كانت أيضا من التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة في العام 2019. تطبيق الإجراءات لتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة هل ستنعكس على مالية الدولة مداخيلها؟ أكيد أكيد، نعلم أن المغرب ليست لديه موارد نفطية أو غاز أو من شيء من هذا القبيل، يعتمد في تمويل ميزانيته العمومية على نسبة كبيرة من الضرائب. كرقم للإشارة هنا، ضريبة على الدخل من مجموع الموارد أو الإيرادات الدولة سواء ضريبية أو غير ضريبية تشكل محمد 17%. العام الماضي فقط شكلت هذه المداخيل 47 مليار درهم، أزيد من 47 مليار درهم. ومن هنا نستشف إذا تمت مراجعة نسب الضريبة على الدخل بمستويات معينة بنسبة معينة سيكون جد جد صعب على ميزانية الدولة أنها تقبل مثل هذه. في 30 ثانية لو سمحت، هل هناك إجراءات أخرى غير الخفض في الضريبة على الدخل يمكن أن تساعد الطبقة المتوسطة؟ أكيد، هناك أركن إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي قال بأن ضرورة إعادة النظر في السياسة الجبائية وكذلك المالية للدولة لحصرها في لفائدة الطبقة المتوسطة، إضافة مثلا إلى تشجيع الادخار عبر تخفيض النسب المطبقة على الادخار، هي نسب تبقى
جد عفوا رفعها ليس تنافسية غير مشجعة غير مشجعة لكي الأسرة تقوم بها للدخر، إضافة إلى كما سبقت الإشارة خفض أو خصم الضريبة على الدخل للأسر التي تقوم بتدريس أبنائها في القطاع الخاص. شكرا جزيلا لك، في الواقع الوقت لا يسمح بأكثر من هذا زمير زهير التومي، وإن كان أكيد في القادم من المناسبات إن شاء الله في الواقع مهم جدا. شكرا جزيلا لك زمير زهير التومي، مسؤول تحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديان، مختص في الشأن الاقتصادي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.